أما بعد، فقد قال الإمام المجدد المصلح الشيخ محمد عبد الوهاب التميمي النجدي الحنبلي السلفي الذي جدد الله تعالى به الدعوة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام في الجزيرة العربية وما حول النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى، والذي أعاد الناس إلى ما كان عليه الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال أبو السمح رحمه الله أحد أئمة المسجد الحرام السابقين في مرثية له، يقول: لهفي على الإسلام والإيمان، لهفي على نور الهدى القرآني، لهفي على الشيخ التقي محمد شيخ الوجود العالم الرباني، من قام في نجد مقام نبوة يدعو إلى الإسلام والإيمان، حتى غدت نجد كروض مزهر تختال في ظلل من العرفان. يا ربي دعوة مؤمن متضرع أغدق عليه سحائب الرضوان. فهذا الشيخ رحمه الله وضح للناس دين الله الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وبين لهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من العلم والهدى، وألزمهم بذلك ببيان القرآن وتأييد السلطان، يسر الله تعالى له ذلك. قال مبينا للأصل الأول، الأصول الواجب معرفتها، ومعرفة الرب جل وعلا ومعرفة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، أنه ذكر ذلك إجمالا وبينا دليل وجوب معرفتها، وأنه لا يستقيم إسلام الإنسان في الحياة يصير عمله مشروعا إلا بمعرفتها والعمل بمقتضاها، فإن معرفتها تقتضي من العبد أنه إذا عرف الله جل وعلا يخلص له في قصده ونيته، وإذا عرف دين الإسلام فإنه يستقيم عليه ملازما لأصل مشروعيته، وإذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتبعه في أداء الدين وكيفيته، وبهذا يكون العمل صالحا لأنه توفرت فيه شروط القبول، وهي الإخلاص من حيث قصد النية وموافقة الشرع من حيث أصل المشروعية والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في الأداء والكيفية. وهذا من أسباب التثبيت على الدين في الحياة، والتثبيت عليه كذلك عند الامتحان في القبر بعد الممات، والتثبيت عليه يوم البعث وحشر المخلوقات وحساب المكلفين على العلوم والاعتقادات والأقوال والأعمال الأفعال والتركات. فإن العبد إذا عرف هذه الأصول استقام عليها في الدنيا فكان ذلك من أسباب التثبيت عليها حتى يلقى الله عز وجل ذلك، ثم إنه يثبت عند السؤال في القبر لأنه يسأل عنها: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟
ثم يسأل عنها يوم القيامة بعد البعث: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا كنتم تعملون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله عز وجل الجميع الثبات على الحق في الدنيا والآخرة.